عن هذا الكلام في ايام الرخاء اللي كان موجود، ايام البذخ، كانت المفوضيه البذخ الموجود في المفوضيه. انت من الطب حتى مكاتبهم هي تباوع المكاتب، يعني انت في عالم اخر. الدورات اللي كانت موجوده، الاموال اللي كانت تعطى، ترى في النثريه كذا، هذا ترى رقم بسيط جدا ولا شيء، والدكتور موجود يعرف انه هذا رقم لا شيء بالنسبه الى الارقام الاخرى. تحدث معي في المطبوعات، تحدث معي في الدورات، تحدث معي بالاوراق، تحدث معي بالدورات اللي تدخل. اذا على السيارات يصرفون مليار. انا في انتخابات 2018 هذه الحادثه حصلت معي. انتخابات 2018 الحسنه اللي بيها هو اعتماد النتائج الالكترونيه، تضغط زر في الساعه السادسه مساء عصرا اعني تخرجك النتائج. كان باستطاعهم طبعا اولا ان يعرضونها انيا بشكل مباشر اول باول عن طريق شاشه كما معمول بوين في الدول الاخرى. الدول الاخرى من تروح لها يسمونه الموقف الساعه، كل ساعه ينطيك الساعه، ينطيك تحديث ابديت، شوف ايش قد 12 ساعه كل ساعه ينطيك وانت تعرف وتراقب ومراقبين كيان سياسي. طبعا هاي ما اعتمدوها. بالنتيجه هي ضغطه زر واحده يخرج لك الشريط، الشريط طبعا قراءته الكترونيه ب رامات ورامات، يعني اكو فد اتصال مركزي. كل العمليه لا تستغرق نتائج انتخابات اكثر من ساعه. انا في وقت في احدى المحافظات كنت اتابع ادير الماكينه الانتخابيه في يوم في ليله انتخابات في محافظه معينه، لا اذكر المحافظه حتى اني راح اقول شيء عن مدير المكتب الفرعي في حينها. فرحت للمدير، طبعا انا الساعه بالوحده ونص كملت نتائج تلك المحافظات، وحده ونص الظهر الليل. بالليل. اي ليش؟ اجتنا شرائط تلك المحافظات 1000 وكسر شريط، كانت محافظه صغيره مو كبيره. يعني من الخمسه للوحده بالليل لا وقتها بالسبعه تقريبا التسعه تسعه ونص كملوا مراقبين اجونا عندهم الشرائط. احنا شو موزعين؟ كل محطه خل عليها واحد. كل محطه خل عليها واحد، جاب لي الشريط، تدري المفروض تعطيك هذا الشريط. بالضبط. بالنتيجه امام يعني حسابات رياضيه دقيقه انا ما حسبت كان عندي مفقودات يمكن 50 شريط. جابوا لي اياهم صور، يعني قلت لهم ما يحصل شريط شو يسوي؟ يصوره يصورهن، يعني المفوضيه تعلن شريط ايضا موجود. بالنتيجه الساعه واحدة ونص انا اعلنت نتائج. قلت مرشحنا هلقيت كذا، لكن بدون تصويت الخارج، هاي خلينا نركز عليها شويه. بدون تصويت الخارج. اللي هذا شنو؟ هذا اللي هو باب التزوير الاكبر الذي اجهض النتائج انتخابات 2018، وانا مسؤول عن هذا الكلام، نتائج انتخابات الخارج. بالنتيجة أعلنت ودعيت المفوضية، قلت لهم أعلنوا النتائج الليلة. هذا الحكي يتصل بي هو مدير المكتب الفرعي في حينها، ها شنو النتائج؟ قلت له كذا، قلت له شنو النتائج؟ قال لي مثل ما أعلنت، أكد نتائجنا. أكد لي نتائج الصبح، أنا الساعة بالعشرة الصبح يمه، السلام عليكم، قلت ليش ما أعلنتوا؟ هذا الحكي أنا أعلنت على الفضائيات طبعا، قلت لهم المفوضية تعلن النتائج الآن لا تأخر. ليش ما أعلنوا أستاذ محمد؟ قال مو الهارد لازم ندزه لبغداد. يا ليش ما دزيت البغداد؟ قال امتاني الهليكوبتر تجيني، والهليكوبتر وين تجي؟ قاعده الامام علي بن ناصريه تاخذ الهاردات. هذا ترف، هذا ما اعرف امنيا انت، اولا انت البيانات ترسلها الكترونيا، تدري هو ترسلها انت الكتروني. اثنين لتامينها ارسالها الهارد، قلت له سياره ب 50,000 ترى توصل لبغداد، ما عندكم 50,000 انتم، الا هليكوبتر تجي، الطياره تنزل تاخذ من. مو يخافون خاف يتبدل الهارد بالطريق؟ مو الهارد هو اصلا خزن الكتروني، هو موجود مرسل. مرسل. انا اذا تسمحوا لي لك جايك دكتور سعيد ارجع لك والله بالموضوع. عفوا هو نعم مرسل الكتروني، ثم انت ليش ما تعلنها في نفس المحافظه؟ يعني انت ليش ما تقسم وتجزئ اعلان النتائج الا مركزي؟ وبالنتيجه ارجع لي هسه انا ما اتذكر يمكن شهر تاخرت الاعلان النتائج ترى. بالضبط. مو شهر؟ عود ليش شهر واحنا هذه بعدين طلعت نتائج الخارج، واذا واحد محصل له 9000 صعد له 11000، واحد محصل له 9000 وقع 9000، ليش؟ مو هذا اخذ له 2500 2600 من الخارج. يابا هو الخارج كله ايش قد بيه؟ وبالنتيجه معلومه وصلتنا اشتروا بهالقد مليون دولار وهالقد مليون دولار، وصارت هناك مكاتب في بغداد وفي الاردن وفي غيرها من الدول تبيع اصوات الخارج، عندك مليار اعطيك 1000 صوت.